وللمزيد أيضا ينضم إلينا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر هيئة الأرصاد الجوية. أحمد، بعد تحية، آخر التفاصيل لديك عن توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة سواء في المناطق الساحلية أو في الجنوب؟ نعم مدينة، نحييكم من مركز الأرصاد الجوية حيث نتابع معكم وما زلنا نتابع تحركات الإعصار الذي بدأ في السواحل اليونانية واتجه نحو البحر المتوسط متجها إلى ليبيا ومنها إلى مصر، ولكن بدخوله عبر البوابة الغربية من الحدود وأصبح يعني مجرد منخفض جوي يمكن شعرنا به من الأمطار المتفاوتة والسحب المنخفضة والمتوسطة والأمطار أيضا التي حدثت في منطقة مرسى مطروح والإسكندرية وأيضا في محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا بشكل عام. للمزيد من التفاصيل معنا من هيئة الأرصاد الجوية دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، بعد التحية، حدثينا أين وصل هذا الإعصار دانيال حتى هذه اللحظة؟ بالفعل والإعصار دانيال بمجرد مروره على الأرض الليبية أو الأرض المصرية بدأ يفقد قوته بشكل كبير وبدأ يتحول إلى منخفض جوي. المنخفض الجوي ده بدأ يأثر علينا بحال من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في أربع أمس على محافظة مطروح الأمطار الى جزيره ورعبيه نشاط الرياح المسير للرمال والاتربه، يمكن ده حصل بالامس على محافظه مطروح وايضا بعض المناطق من الصحراء الغربيه. يمكن في امس كمان لاحظنا الاتربه اللي كانت موجوده على الساحل الخضراء او السواحل الشماليه الغربيه. اليوم بحركه المنخفض الجوي من الغرب باتجاه الشرق بدا المنخفض الجوي يؤثر على المناطق الشماليه شمال البلاد. يمكن من خلال صور الاقمار الصناعيه ممكن نوضح حركه المنخفض الجوي. المنخفض الجوي اتحرك من المنطقه الغربيه اتحرك باتجاه المناطق الشرقيه فبدا يأثر اليوم على المنطقه الموجوده في شمال جمهوريه مصر العربيه. بدانا اليوم نلاحظ تقاطع السحب المنخفضه والمتوسطه اللي حصل معاها خلال الساعات الماضيه سقوط امطار، وكانت امطار متفاوته في الشده ما بين الامطار الخفيفه المتوسطه على المناطق الساحليه المسمى على البحر المتوسط، وطبعا الغرب مطروح والاسكندريه البحيره بحر الشيخ الدقهليه دمياط والصعيد. تسجل كمان الامطار خلال الساعات الماضيه بعض مناطق المحافظات والوجه البحري، كانت ايضا الامطار ما بين الخفيفه المتوسطه بتختلف من منطقه للثانيه حتى كمان امتدت لمناطق من القاهره الكبرى، بالاضافه مع الامطار كان في اليوم انخفاض في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه بحوالي 6 درجات عن الامس، واليوم سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 32 درجه مئويه مع انخفاض درجات الحراره. كان في طبعا نشاط للرياح اللي كان مثير للرمال والاسلبه وادى لانخفاض الرؤيه الافقيه خاصه على الاماكن المكشوفه. كمان مع حركه المنخفض الجوي خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله باتجاه المناطق الشرقيه اكثر هيستمر معانا فرص الامطار على شمال البلاد، امطار متفاوته الشده من منطقه لمنطقه، هيستمر معانا نشاط الرياح اللي هيخلينا نحس بتحسن كامل في الاحوال الجويه، ومع غدا الاربعاء ان شاء الله يبدا المنخفض الجوي ياثر اكثر على المناطق الشرقيه في جمهوريه مصر العربيه، فهيستمر معانا التقلبات الجويه، هيستمر معانا فرص الامطار متفاوته الشده لكن هيكون اقل حده من اليوم ان شاء الله، وهتكون امطار مدينه خفيفه متوسطه على المناطق الشماليه السواحل الشماليه خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى مع استمرار انخفاض درجات الحراره. باتجاه الدكتوره باتجاه الى منطقه الشرق، يعني عايزين نطمئن ايضا ونطمئن اهالينا في شبه جزيره سيناء، كيف ستكون حده هذا الاعصار اليوم وغدا باذن الله؟ يمكن كمان دي تعتبر حاله من حالات عدم الاستقرار الضعيفه لان الامطار مفيش منها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه، فغدا بنقول ان منخفض الجوي هيتحرك للمناطق الشرقيه فبالفعل هياثر على وسط سيناء بعض المناطق من شمال سيناء كمان، لكن الامطار كلها هتكون امطار ما بين الخفيفه خفيفه الى متوسطه مفيش منها حاله تماما، هيكون في اعتدال في درجات الحراره بشكل كبير فما نقلقش تماما، مفيش اي تاثير على اعمال الانشطه اليوميه من سقوط الامطار او حتى كمان نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا غدا ان شاء الله، لان المنخفض الجوي بيفقد
يفقد قوته بشكل كبير، ومع يوم الخميس يتلاشى المنخفض الجوي بشكل كبير، يترجع تاني الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية بإذن الله. كيف ستكون درجات الحرارة وأحوال الطقس بعد تلاشي هذا المنخفض الجوي أو هذا الإعصار؟ طبعا مع تلاشي المنخفض الجوي يوم الخميس المقبل هيستمر معانا التحسن الكبير في درجات الحرارة. يمكن احنا بدأنا من اليوم انكسار لموجة ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا شهدناها خلال الأيام الماضية، أيضا مع يوم الخميس هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية بإذن الله، يعني درجات حرارة حول المعدلات. المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط 30 درجة مئوية، حتى كمان محافظات الشمال الصعيد وجنوب الصعيد عليهم انخفاض في درجات الحرارة. جنوب الصعيد بعد ما كانت بتسجل 45 درجة مئوية هتسجل درجات حرارة 38 درجة مئوية، فهيكون في تحسن كبير في درجات الحرارة من يوم الخميس وحتى مطلع الأسبوع القادم بإذن الله. أخيرا دكتورة منار، ما هي أبرز النصائح وأهمها للمواطنين لمواجهة هذا المنخفض الجوي؟ طبعا مع اي حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه احنا دايما بننصح كل الساده المواطنين ان هو مهم جدا يتابعوا النشرات الجويه دايما قبل ما نخرج من البيت، نعرف الحاله الجويه ايه ونبدا نتعامل مع اي ظواهر جويه مختلفه. واثناء طبعا سقوط الامطار وخاصه على الطرق المؤديه من والى المناطق الساحليه مهم جدا تكون القياده بهدوء تام، نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، ومع الاتربه والرمال المثاره اللي ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه ايضا القياده تكون بهدوء تام. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، وان شاء الله السلامة للجميع. شكرا جزيلا. هي كما تابعنا هذه النصائح وهذه الارشادات للمواطنين هي في غاية الأهمية لاتباعها من قبل كافة المواطنين وخاصة المواطنين الذين يقطنون السواحل الشمالية للبلاد. إليكم زملائي في الاستوديو. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر هيئة الأرصاد الجوية.